قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. يا خاوتي جيت نضحككم شوية في هذا الفيديو والله جيت ندغدغكم شوية هكذا. خانز من عند بنو صهيون كما راكم تسمعوا يا خاوتي من عند البلاد اللي ما هيش بلاد أصلا واللي ما يستعرف بها حتى واحد باللي بلاد إلا الخونة والمطبعين يا خاوتي خرج في فيديو يهدد الجزائريين. نعم يا سي بعد ما طردناهم بعد ما حوزناهم يا خاوتي بوش يهددنا في رايكم يا خاوتي كي نقولها لكم على بالي راح تضحكوا. يهدد الجزائريين بتقسيم الجزائر كالسودان كيما السودان قال لك نقسموا الجزائر كيما السودان ان شاء الله بربي دوك نرد عليك مليح في هذا الفيديو يا الخانس. المهم يا خاوتي طلب صغير من عند خوكم شرف الدين كيما على بالكم الفيديوهات هذه راه يجيها سينيال كبير اهبط لتحت خلي اللايك تاعك ما راك خاسر والو خلي اللايك تاعك خويا وما تنساوش حاجة ثانية في التعليقات افتخروا دائما بجزائريتكم افتخر بأنك جزائري خويا راح نهبلكم بها هذه لكن لازم لازم افتخر بالجزائرية تاعك يا خوتي. بنو صهيون ما حملوهاش بنو صهيون ما تقبلوهاش نهائيا ما قدروش يتقبلوها ما قدروش يستوعبوها منبا يا خوتي كيفاش الجزائر سحتتنا كيفاش الجزائر أهانتنا وليكم في علمكم بأن طرد الجزائر لبنو صهيون هو أكبر إهانة صارت في التاريخ تاعهم في التاريخ تاعهم جام يتبهدلوا كما بهدلتهم الجزائر وكما سحتتهم الجزائر من الاتحاد الإفريقي. فخرج هذاك إيدي كوهين تعرفوه كامل إيدي كوهين يا خوتي الذي يتهجم دائما على الجزائر والذي يشكر شكون يشكر المراركة بينين يا خوتي شوفوا منيح شي يقول. هذه إهانة لدولة إسرائيل نحن لن نسكت أكيد الأشياء تتغير السودان منذ 40 سنة قالت لا لإسرائيل واليوم في طريقهم للتطبيع بس بدي لكم يعني كيف الدنيا دولاب وتتغير. ليكن في علمك يا الخانز بأن الجزائر ليست كالسودان الجزائري ليس كالسوداني كي تقرأ التاريخ مليح تاع الجزائري تعرف مليح باللي وشرك تهدر خطأ مطبعي لازم تعاود تقرأ دروسك مليح. صحيح كان صحيح تم إهانة الوفد لا أعلم اليوم إذا طب أيضا وفق هذه القاعدة دكتور إيدي بالعام الماضي نحن في المرصاد بالعام الماضي تحدثوا سوف يدفع هذا الثمن بالعام الماضي تحدثوا عن قبول أراكم تسمعوا يا خوتي قال لك سندفع الثمن نحن كجزائريين عاجلا أم آجلا راح نقسموكم كالسودان وراح تطبعوا معانا كيما السودان. يا الخانز أنت تتكلم عن سيدتك الجزائر تهبط تبوسنا يدينا احنا يا الجزائريين انت ما عرفتناش مليح ومازال ما شفت والو منا والله يا بنو صهيون مازلتم ما شفتوا والو منا علاش لانه ما تلاقيناش في مواجهات مباشره بزاف بزاف منا والجاي راح تشوفوا يا خوتي العديد من الخراجات الجزائريه ضد بنو صهيون تقولوا لي كيفاش وعلاش شرف الدين لانه بكل بساطه هذو الخنزين راح يسعوا بكل الطرق باش الإهانة تاعهم هذيك شغل ياكم على بالكم يا خوتي باش كيما نقولوا يسترجعوا شوية شرف تاعهم لكن الجزائر وش راح تزيد دير راح تزيد تهينهم أكثر وأكثر. حبيبنا قال لك نقسموا قسموا الجزائر من نيتك من نيتك لكن كاين واحد الملاحظة اللي حبيت نتكلم عليها في الفيديو هذا يا خوتي عديد الأمور راهي تصرى اليوم في الجزائر لو كان تلاحظوها مرتبطة بواش راهو يقول هذا الخانز. نعم بزاف امورات يا خوتي نبداوها من لاعبي الشبيبة القبائل هذوك اللي خرجوا يسبوا في العربيه ومنا اللي ينشروا باينه واش ينشروا ينشروا خطاب الكراهيه ينشروا الكراهيه بين الجزائريين. نعم يا خوتي وصولا الى واحد الخانز واللي هو رئيس المجلس الاعلى للغه العربيه اللي يسب ايضا اللغه العربيه وحاول خلق البلبله بحكايه امازيغي عربي قبائلي كذا اكم على بالكم الحكايه الفارغه والتافهه يا خوتي الحكاية اللي نورمالمون تحبس في القرن تاع العصر الحجري يا خوتي والله هذه الحكاية فارغة وما ما عندها حتى فايدة يعني بالنسبة للجزائريين وبالنسبة للدولة الجزائرية.
نلاحظ أيضا في الوقت نفسه سبحان الله خروج مظاهرات في باريس ضد شكون؟ ضد الدولة الجزائرية. نعم كل هذا يسرى في الوقت وين الجزائر سحتت فيه الكيان الغاشم. هل مدوا لي علاقة يا خوتي؟ هل هذه العفايس جاتك ذاك من راسهم؟ اسكو خرجتك ذاك برك يا خوتي؟ لا كل شيء مدبر، كل شيء مدبر. ما عليناش نزيدو نروحو نشوفو فيديو اخر لهذا الخانز يا خوتي، وهو يعترف بان الجزائر هي العدو الاول لبنو صهيون. دوك نسمعوه كيف يا خوتي. السفير الامريكي ياتي الى الجزائر الا ويذكر هذه الحادثه، هذا الموقف الجزائري الذي اقلق هؤلاء الذين يريدون ان يتغلغلوا داخل المجموعه الافريقيه، وهذا الرفض الجزائري الذي لم يفهمه هؤلاء مثل هؤلاء. الجزائر عادت بقوه بدبلوماسيتها بثقلها بثقتها في مصداقيه الاتحاد الافريقي اليوم يضع كل الثقة في الجزائر. تمام. نعم دكتور اسماعيل. نعم. اريد ان نواصل مسألة ايران، لانه وردت ببيان الخارجية الاسرائيلية دكتور ايدي كما تعرف، يعني انت ما جبت سيرة ايران، ولكن تل أبيب تحدثت عن ايران، هي قالت انه الجزائر وجنوب افريقيا تحركتا بدافع من ايران، لماذا لصق كل ما لا يعجب اسرائيل بايران وكأنه اراكم تشوفوا يا خاوتي باش زعما يستصغروا الجزائر يحاولون دائما تسليط الضوء على ايران، اكم فاهمين؟ يحاولون تسليط الضوء على ايران كشغل هي اللي مدت الاوامر للجزائر باش ينقصوا من قيمة الجزائر، رغم انه ايران ما عندها علاقة خلاص بالجزائر يا خاوتي. علاقتنا بايران ككل علاقات بين الدول، نقطعد الى السطر، هذه هي إيران هي الدولة الوحيدة التي تكن العداء لإسرائيل. رأينا ما حدث في مونديال قطر، حتى الناس في الشوارع واجهوا مشاكل مع المراسلين الإسرائيليين لتخرج الصحافة الإسرائيلية وتقول إننا محاطون بالكراهية من كل الجهات. ألم يحصل ذلك وإن كانت إيران بمونديال قطر؟ صحيح. أنا كمان يعني لا أفهم، يعني الجزائر عندها أكثر الكراهية من إيران. أنا أراكم تسمعوا يا خوتي قالها بفمه بأنه يكره الجزائر أكثر من إيران، والجزائريين يكرهوهم أكثر من إيران. يقولنا منحبوكمش نكرهوكم، أصل ما نعترفوش بيكم خلاص يا الخانزين. لا أنا ما لي رواية الوزارة الخارجية، يمكن عندها معلومات أنا ما عندي إياها. فهم روحك لك. فهم روحك. نحن نتكلم لما نحكي عن الجزائر، من هي الجزائر؟ دولة تمول الإرهاب، تمول ميليشيات إرهابية بوليساريو، تقمع شعب القبائل، تحتل جزء كبير، هي دولة. يا خوتي قال لك الجزائر تمول البوليزاريو، هاكم تشوفوا قال لك البوليزاريو إرهاب، كيف بوليزاريو تعتبرونها إرهاب وهي من ترشحت لمنصب نائب في الاتحاد الإفريقي؟ سبحان الله. ها دولة بأكمل بكل مكوناتها شعبا وجيشا وحكومة وكلش، وراهي ترشحت في منصب نائب في الاتحاد الإفريقي، كيفها كيما المغرب يا خوتي؟ حتى هي ترشحت، كيفها كيما المغرب؟ دولة احتلال. الجزائر هي دولة احتلال، هي دولة استعمار، مش اسرائيل دولة احتلال. هي تحتل دولة القبائل، تقمع دولة القبائل، تعذب الشعب القبائل. سمعتم مليح يا خوتي ما يقوله هذا الخانز؟ هذه الحكاية دوك ندير عليها فيديو وحده، غدوة ندير عليها فيديو وحده باش نوصل الرسالة مليح وش راهو يسرى درك. حاجة وقتي على سؤالي يا دكتور ايدي. ضيفك على من يوجه هذا الكلام؟ لمن يوجه هذا الكلام؟ حاجة وقتي على سؤالي. حاجة وقتي على سؤالي. المهم يا خوتي كيما راكم تشوفوا ايدي كوهين راهو يتوعد الجزائريين، انتم اللي عليكم ردوا عليه في التعليقات. قولوا له واش تقدر تدير له الجزائر يا خوتي، قولوا له بلي الجزائر معادلة صعبة لا يمكن حلها حتى بالكمبيوتر، حتى بالذكاء الاصطناعي اللي خرج الآن. الجزائر يا الخانز عندها تاريخ، مش تاريخ، نحكي على 1% من تاريخنا يا خوتي، 1% من تاريخنا يساوي كل تاريخ العرب مجتمعين، واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. ما حبيش نتكلم لك على التاريخ تاع 130 سنة من الكفاح، ما حبيش نتكلم لك على التاريخ السابق للجزائر، ما حبيتش وما حبيتش، خليتك كيما هكذا، مديت لك شوية برك يا الخانز من تاريخ الجزائر.
يا أخي حالة يا أخي يا خاوتي، تهجم كبير على الجزائر في هذه الفترة، لازم نوقفوا مع بلادنا. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر يا خاوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.